بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمادة عقود، اتفقنا ان انا عندي في شابتر واحد تعريف العقد وايه هي محتويات العقد، وبعد كده طرق التعاقد بين المالك والمقاول. بالنسبة لشابتر 2 بيتكلم عن انواع العقود الانشائية. انواع العقود بالنسبة لي عندي منها نوعين، نوع بكون عارف السعر فيه من البداية اللي هي عقود معروفة السعر مسبقا، زي عقد سعر الوحدة اليونت برايس سعر الوحدة، واللام صم اللي هو عقد المقطوعية. طب تاني نوع من العقود عندي عقود تعويض عن التكلفة. عقود تعويض عن التكلفة زي ايه؟ قال لك اول حاجة الكوست زائد الفيكسد فيه، التكلفة زائد الاتعاب الثابتة. طيب تاني حاجة الكوست زائد البرسنتج فيه اللي هي عقود تكلفة زائد نسبة مئوية من تكلفة المشروع اللي هي عبارة عن ربح المقاول. تالت نوع اللي هو التارجت كوست، التكلفة المستهدفة. طيب بالنسبة لاول نوع اللي هو اليونت برايس كونتراكت، قال لك خصائص عقد سعر الوحدة يا باشمهندس، عقد بيعتمد على تحديد المقاول سعر الوحدة المنفذة من كل بند من بنود المشروع على حدة. يعني ايه؟ انا هسعر كل بند من البنود، يعني مثلا متر الحفرة هيبقى بكام، متر الخرسانات هيبقى بكام، متر الردم، متر التشطيبات وهكذا. طيب تاني حاجة قال لك يتحمل المالك المخاطرة الناتجة عن تغير كميات البنود المنفذة، بينما يتحمل المقاول المخاطرة الناتجة عن تحرك اسعار البنود اثناء التنفيذ. يعني ايه؟ كل ما كميات البنود بتزيد كل ما المخاطرة دي هتكون على المالك. طيب لو حصل تغير في الأسعار المخاطرة دي بتكون على المقاول. تالت حاجة يقوم الاستشاري بإعداد قائمة الكميات، ويقوم المقاول بملء الأسعار البنود. رابع حاجة يكون الحساب الختامي على أساس الكميات المنفذة فعلا في الموقع مضروبا في سعر الوحدة. يعني ايه؟ يعني سعر مثلا بند الردم بكام، قالك يا باشمهندس انت هتردم كمية قد ايه في سعر الردم الوحدة منه بكام، سعر المتر مكعب من الردم بكام. طيب المميزات، قالك لكل عقد ليه مميزات وليه عيوب. مميزاته يا باشمهندس، قالك لا يرفض المقاول إجراء التعديلات التي يرغبها المالك على التصميم، لأنها ستضاف كميات جديدة يحاسب عليها أيضا. يعني دلوقتي عايز أغير، المالك عايز يغير في التصميمات، أنا ما عنديش مشكلة كمقاول طالما ده هيزود من أرباحي. طيب عمل الاستشاري لقائمة الكميات يوفر الوقت على جميع المقاولين المتنافسين لإعدادها. يبقى الاستشاري هو اللي بيحط قائمة الكميات. توفر هذه الطريقة أساسا عادلا للمالك لاختيار المقاول لأقل سعرا، زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان احنا بنعمل مناقصة، والمناقصة دي بنختار المقاول على أساس أقل سعر وان هو عنده خبرة في المشروع بتاعي. طيب عيوب النوع ده من العقود، قال لك لا يمكن حساب سعر العقد كل المشروع من البداية، بس حدوده بتكون معروفة. طيب تاني نوع يا باشمهندس، قال لك اللام صم اللي هو عقد المقطوعية، ان انا هاخد المشروع ده كله كام في الاخر، هاخد المشروع ده كله ب5 مليون. قال لك يا باشمهندس خصائص عقد الثمن الكلي اللي هو عقد المقطوعية، عقد بيتفق فيه المالك مع المقاول على سعر اجمالي لتنفيذ المشروع، وبذلك تكون مخاطرة تغير الاسعار كلها على المقاول. السعر الإجمالي للعملية، السعر الإجمالي للمشروع محددا من بداية المشروع، العمل محدد تماما، لذلك يقوم المقاول بعمل حصر كميات البنود قبل بدء التنفيذ. لا يقوم الاستشاري بعمل قائمة الكميات، ولكنه يضع كميات استرشادية، يعني أنا هاخد المشروع ده كله على بعضه بكام بغض النظر بقى فيه كميات قد إيه. طيب ممكن الاستشاري ما يعملش قائمة الكميات لأن كده كده المقاول هيعملها. طيب مميزاته وعيوبه. بالنسبة للمميزات، قال لك سعر المشروع محدد بدقة قبل بداية التنفيذ، قبل بداية المشروع. تحديد السعر من البداية يجبر المقاول على تقليل تكاليف التنفيذ. رغبة المقاول في تقليل التكاليف الغير مباشرة تشجعه على تقليل زمن المشروع. هو احنا اتفقنا ان التكاليف الغير مباشرة دي زي ايه؟ زي مثلا رواتب المهندسين، كل ما بيقلل زمن المشروع كل ما هيقلل في التكاليف الغير مباشرة، صح كده؟ طيب لما يقلل في التكاليف الغير مباشرة، ولما يقلل في التكاليف المباشرة اللي هي الليبر والماتيريال والإكويبمنت وسب كونتراكتور، المفروض كده ان هو بيقلل من تكلفة المشروع ككل، بالتالي هيزود من أرباحه، لأن احنا متفقين على مبلغ معين، انت قللت في التكلفة، بالتالي اللي هيتبقى من ده كله هيروح للمقاول نفسه. طيب ايه هي العيوب يا باشمهندس؟ قال لك يرفض المقاول إجراء أي تعديلات تجرى على التصميم، تجرى على التصميم يرغبها المالك أثناء التنفيذ إلا بعد موافقة المالك على زيادة الأسعار المتفق عليها. يعني إيه؟ افرض المالك عايز يغير في التصميمات، قال لك لا أنا كمقاول هرفض أي تعديل إلا إذا إحنا زودنا مبلغ
مقابل زيادة الأسعار دي. تاني حاجة صعوبة إعداد الرسومات والمواصفات الدقيقة التي تطلبها عمليات الكميات التي يقوم بها المقاول. ده بالنسبة لإيه لعقود معروفة السعر مسبقا. عندي نوعين اللي هو اللمب سم عقد المقطوعية واليونت برايس عقد سعر الوحدة. طب بالنسبة للنوع التاني من عقود التشييد قال لك عقود تعويض التكلفة، وزي ما اتفقنا عندي منها الكوست فيكسد في والكوست بيرسنتج في والتارجت كوست. طب بالنسبة لأول نوع ليه خصائص وليه مميزات وليه عيوب. بالنسبة للكوست فيكسد في التكلفة زائد الأتعاب الثابتة، قال لك الخصائص بتاعتها، قال لك يا باشمهندس عقد بيعتمد على تعويض تعويض المقاول عن التكاليف المباشرة والغير مباشرة التي يدفعها لإتمام المشروع، مضافا إليها أتعابه كمبلغ يتم تحديده قبل بدء التنفيذ. يعني احنا دلوقتي مثلا عايزين نعمل أي مشروع وليكن المشروع ده تكلفته 2 مليون، انت أرباحك كلها على بعض، ربح المقاول كله على بعضه 100,000 جنيه، يبقى المشروع كله على بعضه كام؟ 2 مليون و100,000. يبقى احنا اتفقنا ان اتعاب المقاول نفسها كـ100,000، مبلغ محدد من البداية. طيب تاني حاجة في الخصائص اعطاء المالك ضمانات بان التكلفة الكلية للمشروع لن تتعدى مبلغ معين. طب ايه هي المميزات؟ قال لك يا باشمهندس تعطي هذه الطريقة حافزا لتخفيض زمن تنفيذ المشروع للحصول على الارباح بسرعة. تاني حاجة ان المقاول في الحالة دي عايز يخلص المشروع بسرعة عشان يدخل في مشاريع تانية تستخدم للمشاريع التي يصعب حساب تكاليفها بدقة. طب ايه هي العيوب؟ لا يمكن توقع السعر الكلي للمشروع من البداية لان حجم العمل غير محدد. لا تعطي هذه الطريقة حافزا للمقاول لتخفيض تكاليف المشروع، هو المقاول مش عايز يخفض المشروع لانه كده كده مش فارق، هو هياخد مبلغ معين. هذا النوع لا يضمن ارباحا للمقاول، مفيش اي ارباح للمقاول. بعد كده يتحمل المقاول اي مخاطره يتعرض لا يتحمل المقاول اي مخاطره يتعرض لها المشروع لان المقاول ليه ربح معين ملوش غير كده. يجبر المالك على المتابعه الدائمه للمشروع لتجنب حدوث اي مخاطر. ده بالنسبه للكوست زائد الفيكسد فيه. طيب بالنسبه للكوست زائد البرسنتج فيه التكلفه زائد نسبه من التكلفه عبارة عن ايه؟ الخصائص بالنسبة لي عقد يعتمد على تعويض المقاول عن التكاليف المباشرة والغير مباشرة التي يدفعها لإتمام المشروع، مضافا إليها أتعابه كنسبة من نفقات المشروع يتم تحديدها قبل بدء التنفيذ. يعني ايه دلوقتي؟ احنا اتفقنا ان المشروع بتاعنا وليكن هيتكلف 1,000,000 جنيه، انت هتاخد وليكن نسبة 10%، 15%، 7%، يبقى احنا متفقين ان التكلفة برقم انت هتاخد نسبة منها. طيب ايه هي مميزات النوع ده؟ قال لك لا تعطي بالنسبة لمميزات العقد الكوست زائد البرسنتج فيه لا تعطي هذه الطريقة حافزا للمقاول لتخفيض تكاليف المشروع. هو مش عايز يخفض تكاليف المشروع لان لو تكاليف المشروع قلت بالنسبة له كده ربحه هيقل. طيب لا تعطي هذه الطريقة حافزا للمقاول لتخفيض زمن المشروع، ما هو لو زمن المشروع قل التكلفة بتاعة المشروع هتقل فبالتالي ربحه هيقل. لا يرفض المقاول إجراء التعديلات التي يرغبها المالك على التصميم لأن أتعابه ستزيد بزيادة العمل المنفذ. هو مش عايز يقلل التعديلات، هو عايز يزود أرباح، فعشان يزود أرباحه يعمل أي تعديلات. تستخدم هذه الطريقة في حالة رغبة المالك في تنفيذ عمل بطريقة مبتكرة ليس للمقاول خبرة تنفيذية بها. طب ايه هو عيوب الكوست زائد البرسنتج فيه؟ لا يمكن توقع سعر العقد الكلي للمشروع من البداية لان حجم العمل غير محدد والاتعاب غير محددة. المخاطرة على المالك اكبر بكثير من المخاطرة على المقاول، وذلك يميل المقاول لزيادة التكاليف وبالتالي زيادة اتعابه. المخاطرة هنا بتكون على المالك. طيب بالنسبة للنوع الثالث اللي هو التارجت كوست كونتراكت، قال لك الخصائص بتاعته هي عبارة عن ايه؟ واحد عقد يتفق فيه المالك والمقاول عن تعويض المقاول عن التكاليف المباشرة والغير مباشرة التي يدفعها لإتمام المشروع والتي يتم تحديدها من البداية مقابل نسبة محددة من التكاليف كأتعاب للمقاول. طيب تاني حاجة يتفق المقاول عن تقاسم الوفر في التكاليف بين المالك والمقاول في حالة إتمام المشروع بتكاليف أقل من المتفق عليها وبالتالي تزداد نسبة الأتعاب المتفق عليها. يتم التقاسم الزيادة في التكاليف بين المالك والمقاول في حالة إتمام المشروع بتكاليف أكبر من المتفق عليها وبذلك تقل نسبة الأتعاب المتفق عليها. يعني إيه الكلام ده؟ عقد بيتفق فيه المالك والمقاول عن التكاليف الغير مباشرة
يتفق فيه المالك والمقاول عن تعويض المقاول عن التكاليف المباشرة والغير مباشرة التي يدفعها لإتمام المشروع. ده من البداية مقابل نسبة محددة من التكاليف، تمام كده؟ بيتفقوا عن إيه؟ لو أنا كمقاول قللت في التكلفة، قللت في تكلفة المشروع، هتتقاسم كمية الوفر ده ما بيننا. طيب لو أنا زودت عن التكاليف اللي احنا تكلفة المشروع عن التكلفة اللي احنا متفقين عليها، برضو الزيادة في التكاليف دي هتتقسم علينا. طيب مميزات هذا النوع ده ايه؟ قالك تعطي هذه الطريقة حافزا للمقاول لتخفيض تكاليف المشروع. هو عايز يخفض تكاليف المشروع بحيث يتقاسم الوفر في التكاليف ده بينه وبين المالك. تعطي هذه الطريقة حافزا للمقاول لتخفيض زمن المشروع. ما هو لو خفض زمن المشروع هيقلل تكلفة المشروع، فهيتوفر فلوس فيتقسموا بيها هما الاتنين. يمكن توقع سعر العقد الكلي من البداية. طيب ايه هي العيوب؟ قال لك هناك بعض التأخير في بدء التنفيذ، حيث يتم توصيف البنود والتي على أساسها يتم تحديد التكلفة والألتعاب التي سيتم الاتفاق عليها، تمام كده؟ ان هما بيبداوا متاخر عشان عما بيوصفوا البنود. طيب بعد كده يرفض المقاول اجراء التعديلات التي يرغبها المالك على التصميم، لان ذلك يزيد من تكاليف المشروع وينقص اتعابه. المقاول ما بيعملش اي تعديلات للمالك، لان لو عمل تعديلات هيزود في التكاليف، وبالتالي ارباح المقاول او اتعاب المقاول نفسه هتقل. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمادة عقود، ده أنا عندي أول نوعية من المسائل الموجودة في شابتر 2 اللي هي التكلفة المستهدفة. التكلفة المستهدفة اللي احنا اتفقنا ان هي في عقود التكلفة المستهدفة اللي هي التارجت كوست كونتراكت، تمام كده؟ اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، ان عقد بيتفق فيه المالك والمقاول عن ان المالك بيعوض المقاول عن التكاليف اللي هو بيصرفها في المشروع، التكاليف المباشرة والغير مباشرة، وبحدد مقابل مادي المقاول بياخده من المالك كأتعاب ليه. طيب اتفقنا برضو ان في الحالة بتاعتنا دي بيتم الاتفاق، لو انا دلوقتي لو المقاول زود الفلوس عن الفلوس اللي هما متفقين عليها عن التكلفة المستهدفة، فالفلوس الزيادة دي بيتقسموها هما الاتنين بنسب زي ما هما بيتفقوا. طيب لو المقاول وفر عن التكلفة المستهدفة، لو تم بيوفر عن التكلفة المستهدفة، ف قيمة التوفير ده بيتقسموا هما الاتنين برضو بنسب زي ما هما بيتفقوا، سواء نص او نسب معينة، تمام كده؟ طيب المثال عندي بيقولك ايه يا باشمهندس؟ بيقولك في احد المشاريع الانشائية تم التعاقد بين مالك المشروع ومقاول ما بطريقة التكلفة المستهدفة. قال لك التكلفة المستهدفة للمشروع اللي عندي بكام؟ ب750 ألف. اتعاب المقاول شاملة الربح بتساوي 90 ألف. أتعاب المقاول شاملة الربح 90 ألف. أي زيادة في المشروع عن التكلفة المستهدفة بتحمل المقاول 50%. يعني لو المقاول زود تكلفة المشروع عن 750 ألف، المقاول هيشيل 50%. طيب أي توفير في تكلفة المشروع عن التكلفة المستهدفة يحصل المقاول على النص. يعني إيه؟ لو المقاول قلل التكلفة المستهدفة عن 750 ألف، هياخد نص الفلوس اللي هو وفرها دي. طيب المطلوب مني ان انا هدرس التأثير الآتي على كل من المالك والمقاول. اذا تم تنفيذ المشروع بقيمة اجمالية 750 ألف، يعني اذا كانت التكلفة الفعلية للمشروع ب750 ألف اللي هو صرفه فعلا في الموقع. تاني حاجة، الحالة التانية، اذا تم تنفيذ المشروع بقيمة قدرها 900 ألف، واذا تم تنفيذ المشروع الحالة الثالثة بقيمة قدرها 650 ألف. طيب انا بتعامل في المسائل من النوعية دي على 3 قوانين بالظبط. اول حاجة بجيب حاجة اسمها مستحقات المقاول. مستحقات المقاول بيساوي ايه؟ قالك بيساوي تكلفة الاتعاب المتفق عليها، تكلفة اتعاب المقاول اللي متفق عليها، زائد حاجة اسمها التكلفة المستهدفة اللي احنا كنا متفقين عليها في الاول هنعمل تكلفة كذا، ناقص التكلفة الفعلية اللي هي اتصرفت فعلا في الموقع، مضروبة في النسبة، سواء نسبة الزيادة في الفلوس اللي هو زيادة في التكلفة، او ان هو وفر في التكلفة اللي عندي. زائد ايه حاجة تانية؟ لو انا عندي زمن، قالك يا باشمهندس زائد لو احنا متفقين ان المشروع ده يخلص في زمن معين، يبقى الزمن المستهدف ناقص الزمن الفعلي اللي عندي في المشروع اللي انا فعلا عملت المشروع فيه، مضروب في النسبة، سواء النسبة دي كان الزمن زيادة او الزمن قللت الزمن. خلاص كده، دي مستحقات المقاول. لو انا ما عنديش الزمن، يبقى خلاص انا بتعامل ان مستحقات المقاول بتساوي تكلفة الاتعاب المتفق عليها زائد التكلفة المستهدفة ناقص التكلفة الفعلية مضروبة في النسبة.
تمام. طب تاني حاجة بجيبها، بجيب حاجة اسمها التكلفة الكلية. التكلفة الكلية بيساوي ايه؟ قالك بيساوي مستحقات المقاول زائد التكلفة الفعلية اللي انا صرفتها في الموقع. طيب لو انا عايز اعرف نسبة الربح بالنسبة للمقاول، قالك نسبة الربح بالنسبة للمقاول بيساوي ايه؟ بيساوي الفلوس اللي هو دخلت له على اللي هو صرفه، مستحقات المقاول على التكلفة الفعلية. طب نحل المسألة بتاعتنا. اول حاجة لازم اعمل الجدول بنفس الاسطمبة دي. بعمل الجدول ازاي؟ اول عمود بكتب فيه الحاله اللي هو دراسه التاثير على كذا حاله. انا عندي 3 حالات في المساله بتاعتنا، الحاله رقم 1 و2 و3. طيب تاني عمود قال لك انا بكتب التكلفه المستهدفه في المشروع كله. احنا التكلفه المستهدفه بتاعتنا كانت كام؟ 750 ألف. يبقى انا عندي 750 ألف ثابته في ال3 حالات. طيب التكلفه الفعليه، التكلفه الفعليه على حسب كل حاله. هو قال لي ان انا بدرس تاثير التكلفه الفعليه على كل من المالك والمقاول. طيب التكلفه الفعليه في الحاله الاولى كانت 750، الحاله الثانيه 900، الحاله الثالثه 650. 750 اول حاله، تاني حالة 900 ألف، تالت حالة 650. طيب أنا عايز أحسب بقى التأثير على المالك والتأثير على المقاول. التأثير على المالك هيدفع للمقاول قد إيه؟ اللي هي مستحقات المقاول. طيب برضو المالك عايز يعرف تكلفة المشروع ككل اتكلفت كام؟ ده التأثير على المالك اللي هو هيدي المقاول قد إيه والتكلفة الكلية للمشروع. طب بالنسبة للتأثير على المقاول نفسه، المقاول عايز يعرف أنا دخلي فلوس قد إيه؟ طب ونسبة الربح بتاعتي قد إيه؟ تمام كده؟ نحسب الحاجات دي إزاي؟ بالنسبة للحالة الأولى أنا عندي مستحقات المقاول بيساوي إيه؟ زي ما اتفقنا إن أنا عندي تكلفة الأتعاب المتفق عليها اللي هي 90 ألف، زائد التكلفة المستهدفة عندي في الحالة بتاعتنا كام؟ التكلفة المستهدفة 750 ألف، ناقص التكلفة الفعلية ما هي برضو 750 ألف، يعني الاتنين بصفر. يبقى في الآخر مستحقات المقاول بيساوي كام؟ بيساوي 90 ألف. تمام كده؟ لأن مفيش أي تغيير من التكلفة المستهدفة والتكلفة الفعلية. طيب تاني حاجة بحسبها المفروض اللي هي التكلفة الكلية. التكلفة الكلية المفروض اللي هي 90 ألف زائد 750 ألف هيديني 840 ألف اللي هي التكلفة الكلية. طيب دخل المقاول هو نفس مستحقات المقاول، يعني الخانة دي ودي الاتنين بيساوي بعض. يبقى التكلفة لا، مستحقات المقاول هي دخل المقاول، الاتنين دول بيساوي بعض. تمام كده؟ طيب انا عايز احسب نسبة الربح. اتفقنا ان نسبة الربح بيساوي مستحقات المقاول اللي هي 90 ألف على التكلفة الفعلية اللي هي 750 ألف مضروب في 100، طلعت 12%. طيب بالنسبة للحالة التانية، الحالة التانية قال لك يا باشمهندس مستحقات المقاول متفقين عليها اللي هي 90 ألف زائد التكلفة المستهدفة 750 ألف ناقص التكلفة الفعلية اللي هي كام في الحالة بتاعتنا اللي هي 900 ألف. تمام كده؟ مضروب في ايه؟ في النسبة اللي عندي. هو انا دلوقتي زيادة او نقصان؟ وانا زودت، فالنسبة عندي 50%، يعني في نص. تمام كده؟ طلعت بكام؟ ب15 ألف. ده مستحقات المقاول. طيب التكلفة الكلية عندنا بيساوي ايه؟ بيساوي مستحقات المقاول زائد التكلفة الفعلية، ده بيساوي التكلفة الكلية. طيب نسبة الربح اللي عندي، قال لك مستحقات المقاول على التكلفة الفعلية مضروبة في 100، طلعت بالشكل ده. هاخد الأرقام دي وأحطها في الجدول، مش أكتر من كده. واتفقنا إن مستحقات المقاول هي نفس دخل المقاول. طيب بالنسبة للحالة الثالثة، مستحقات المقاول في الحالة الثالثة دي بتساوي ايه؟ قالك بيساوي 90 ألف زائد التكلفة المستهدفة الثابتة عندي 750 ألف ناقص التكلفة الفعلية اللي هي ب650 ألف مضروبة في النسبة. أنا وفرت ولا زودت؟ أنا دلوقتي وفرت فلوس، ففي النسبة بتاعت التوفير اللي هي برضو نص. ده كله بيساوي 140 ألف. تمام كده؟ طيب التكلفة الكلية بيساوي مستحقات المقاول زائد التكلفة الفعلية. تمام، طلعت 790 ألف. طيب نسبة الربح بيساوي دخل المقاول أو مستحقات المقاول على كام؟ على التكلفة الفعلية مضروبة في 100، طلعت 21.5%. ده بالنسبة للمسألة الأولى. طيب بالنسبة للمسألة الثانية بيقول لك يا باشمهندس في أحد مشاريع الإنشاء تم التعاقد بين المالك والمقاول بطريقة التكلفة المستهدفة التارجت كوست، حيث تم تحديد زمن مستهدف للمشروع وغرامة فيما لو تأخر تسليم المشروع، وكذلك مكافأة لو تم الانتهاء من المشروع قبل موعده، وذلك بالشروط الآتية: إن التكلفة المستهدفة للمشروع ب5 مليون، الزمن المستهدف للمشروع في الحالة بتاعتنا ده 42 شهر، دخل المقاول في حالة تنفيذ المشروع في الزمن المستهدف، لو أنا المقاول خلص المشروع ده في الزمن المستهدف اللي هو 42 شهر، الدخل بتاعه كام؟ ب450 ألف.
المكافأة التي تصرف للمقاول في حالة تنفيذ المشروع قبل الموعد 30,000 جنيه. يعني كل شهر المقاول، لو أنا دلوقتي قللت المشروع بتاعي، لو المقاول قلل عن 42 شهر، كل شهر واقف عليه بكام؟ ب30,000. طيب غرامة التأخير اللي بتحملها المقاول عن تأخر تنفيذ المشروع عن الموعد هي كام؟ برضو 30,000. يعني لو المقاول زود عن 42 شهر، كل شهر واقف عليه ب30,000 غرامة. طيب أي زيادة في تكلفة المشروع عن التكلفة المستهدفة يتحمل المقاول 50%، لو هو زود فلوس عن 5 مليون هيتحمل 50% منهم. طيب لو وفر فلوس عن التكلفة المستهدفة يستفيد المقاول بنسبة 50%. تمام كده. المطلوب مني ان انا بدرس الاتي على كل من المالك والمقاول: اذا انتهى تنفيذ المشروع في موعد 42 شهر، يعني هو والتكلفة المستهدفة 5 مليون، دي اول حالة. تاني حالة: اذا انتهى تنفيذ المشروع في موعد 42 شهر ولكن التكلفة 5,400,000. طيب الحالة الثالثة: اذا انتهى تنفيذ المشروع في زمن 44 شهر والتكلفة قدرها 5,400,000. غير بس، زود الزمن. إذا انتهى تنفيذ المشروع في زمن 36 شهر وبالتكلفة المستهدفة 5 مليون. رقم 5: إذا انتهى المشروع في زمن 36 شهر وبالتكلفة قدرها 4,700,000. تعالى نعمل الجدول. بالنسبة للجدول اتفقنا إن أول عمود فيه اللي هو الحالة، أنا عندي دلوقتي 5 حالات المفروض هدرسهم. طيب بالنسبة للجزء الأولاني في العمود الثاني هكتب الزمن اللي أنا عندي هدرسه. أول حاجة كان عندي تاني عمود بالنسبة لي اللي هو الزمن، اللي أنا بدرسه 42 شهر الحالة الأولى، تاني حالة 42، 44، 36، 36، في الـ5 حالات. طيب التكلفة الفعلية بتاعت كل حالة، اللي أنا هو بنقل الأرقام دي مش أكتر، ففي الزمن وادي التكلفة الفعلية. طيب تاني حاجة المصروفات هي نفس التكلفة الفعلية بالظبط. طيب مستحقات المقاول تعالى بقى نحسبها. أول حاجة مستحقات المقاول بيساوي إيه؟ بيساوي تكلفة الأتعاب المتفق عليها اللي هي 450,000 ثابتة، زائد التكلفة المستهدفة ناقص التكلفة الفعلية مضروبة في النسبة. التكلفة المستهدفة هي نفس الفعلية. طب بالنسبة للزمن، الزمن المستهدف ناقص الزمن الفعلي مضروب في تكلفة الشهر الواحد، بالنسبة لي دول بصفر ودول بصفر، يبقى أنا عندي مستحقات المقاول في الآخر ب450,000. طيب التكلفة الفعلية اتفقنا ان هي مستحقات المقاول زائد التكلفة الكلية بيساوي مستحقات المقاول زائد التكلفة الفعلية. التكلفة الفعلية 5 مليون زائد 450,000 بيساوي 5,450,000. تمام كده. طيب نسبة الربح بيساوي مستحقات المقاول او دخل المقاول على كام؟ على التكلفة الفعلية. وتعالى نحط الحاجات دي في الجدول. مستحقات المقاول عندي 450,000، التكلفة الكلية 5,450,000، دخل المقاول هو نفس مستحقات المقاول، نسبة الربح زي ما جبناها. طيب بالنسبة للحالة التانية انا عندي مستحقات المقاول بيساوي ايه؟ تكلفة اتعاب المقاول متفق عليها زائد التكلفة المستهدفة اللي هي 5 مليون ناقص التكلفة الفعلية كانت عندي 5,400,000 مضروبة في النسبة. انا دلوقتي زودت التكلفه، فبالتالي نسبه الزياده في التكلفه اللي هي كانت نص، زائد الزمن المستهدف ناقص الزمن الفعلي في نسبه الشهر الواحد بكام. انا عندي 42 ناقص 42 في 30,000 لكل شهر. تمام كده، طلعت ب 250,000. طيب التكلفه الكليه اتفقنا ان هي مستحقات المقاول اللي انا لسه جايبها ال 250,000 زائد التكلفه الفعليه اللي هي 5,400,000 بيساوي 5,650,000. طيب نسبة الربح بيساوي ايه؟ بيساوي مستحقات المقاول نفسها على التكلفة الفعلية. ونحط الكلام ده برضو هنا في الجدول. تمام كده، انا عندي دلوقتي مستحقات المقاول 250,000، التكلفة الكلية 5,650,000، دخل المقاول هي نفس مستحقات المقاول، وعندي النسبة. طيب بالنسبة للحالة الثالثة، الحالة الثالثة كانت التكلفة الفعلية 5,400,000، بس عدد الأشهر بتاعت المشروع كان 44 شهر. مستحقات المقاول بيساوي تكلفة أتعاب المقاول 450,000 زائد التكلفة المستهدفة ناقص التكلفة الفعلية مضروبة في النسبة، أنا مزود التكلفة، زائد الزمن المستهدف اللي هو كان 42 شهر ناقص الزمن الفعلي اللي هو 44 شهر. في لو أنا عندي زيادة في الزمن المستهدف بزود عن كل شهر 30,000، باخد عن كل شهر 30,000، يبقى مضروب في 30,000، طلع 190,000. التكلفة الكلية بيساوي مستحقات المقاول زائد التكلفة الفعلية. تمام كده، 5,590,000. نسبة الربح بيساوي ايه؟ بيساوي 190,000 اللي هي مستحقات المقاول على التكلفة الفعلية اللي هي 5,400,000. وبملى الجدول بالكلام ده.
طيب بالنسبة للحالة رقم 4، كان مديني التكلفة الفعلية 5 مليون، ومديني عدد الأشهر زمن المشروع كان 36 شهر. تعال نجيب مستحقات المقاول، بيساوي تكلفة الأتعاب المتفق عليها اللي هي 450 ألف زائد التكلفة المستهدفة ناقص التكلفة الفعلية مضروبة في نسبة التوفير. أنا كده كده نسبة التوفير أو نسبة الزيادة هي كده كده حاجة واحدة، 5 مليون ناقص 5 مليون مضروبة في نص زائد زمن المستهدف.